والآن مع المتسابق حسين الديك. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العظيم. أبناء شعبنا الكريم في فلسطين والشتات، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف اليوم أمامكم كواحد منكم، أقدم لكم برنامج الانتخابي من أجل هذا المجتمع وتقدمه واستقراره ورخائه. وكما تعلمون جميعاً الظروف الصعبة التي نمر بها منذ فترة طويلة، لذا صار لزاماً علينا أن نحدد أولوياتنا وفق خططنا المستقبلية ومبادراتنا الخلاقة، وليس كردود فعل عما يحدث لنا. لعلنا نلاحظ أن أكبر خدمة نقدمها للاحتلال هي الانقسام. لذلك لزاماً علينا أن نولي هذه المشكلة أهمية كبرى، لأنه بدون إنهاء الانقسام لا نستطيع تطوير بنيتنا المؤسساتية الديمقراطية وخلق وعي عام يتفاعل مع الأهداف الوطنية ويسخر نفسه لتحقيقها وتجسيدها على هذه الأرض. أبناء شعبنا العظيم، إن برنامج الانتخابي الذي أطرحه عليكم يشمل كافة جوانب حياة المواطن الفلسطيني. ففي المجال السياسي أستند بالأساس إلى إعادة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني على مبدأ من العدالة والديمقراطية والوحدة الوطنية، لإعادة بعث المشروع الوطني التحرري الذي يرمي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال بكل آثاره السلبية بما فيها المستوطنات، وحل قضية الأسرى وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194. وعلى الصعيد الاقتصادي يستند إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة ومناخ مشجع وجاذب للاستثمار والاستثمار في المشاريع الإنتاجية وجلب رؤوس الأموال من الخارج وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية الهامة
الصناعة والزراعة والسياحة. وفي المجال الاجتماعي يستند إلى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني للمحافظة على البنية الاجتماعية وتعزيز مقومات الصمود لدى أبناء شعبنا الفلسطيني. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إنني في هذا البرنامج الانتخابي المتواضع لا أريد أن أثقل عليكم بتوزيع الآمال الكبيرة، حيث أن قدراتنا تقل عن ذلك، ولا نريد بالقفز إلى الأمام والحديث عن إنجازات عظيمة، فلا عدالة ولا ديمقراطية ولا حرية في ظل وجود الاحتلال. بالرغم من ذلك سنعمل معاً من أجل تطبيق هذا البرنامج وفق الرؤية والأهداف التي وضعناها. أعدكم أن نعمل جنباً إلى جنب لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز دور المرأة في كافة جوانب الحياة وتعزيز العلاقات الدولية مع الشعوب الحرة وحشد الدعم والتأييد لقضيتنا الفلسطينية العادلة. إن هذا البرنامج ليس مجرد تنظير أو كلمات تطلق على مسامعكم، بقدر ما هو طموح نسعى جميعاً إلى تحقيقه بالعمل والاجتهاد والإخلاص لتضحيات هذا الشعب. إليكم يا صناع المجد ويا حماة الوطن كل التحية. فمن خلال زيارات المستمرة في هذه الحملة الانتخابية لمست معاناتكم وآهاتكم وجراحكم. يا من تسكنون في بيوت من الطين في الأغوار ولا تتوفر لكم الكهرباء، يا من تسكنون في بيوت من الطين في الأغوار ولا تتوفر لكم الكهرباء، أيها اللاجئ الفلسطيني الذي تعيش في المخيمات مقدساً فوق بعضك منذ عشرات السنين، يا من حرمتم العيش بكرامة والعمل بكرامة لسنوات طويلة لا لشيء إلا أنكم فلسطينيون وأدرجتم تحت بند اللاجئين، يا من تعانون من الإشعاعات الناتجة عن حرق مخلفات الاحتلال في مدينة دورة جنوب الخليل المسببة للسرطان، وتعانون يا شباب فلسطين من هذه الأمراض الناتجة عن مخلفات الاحتلال، يا من تعانون من قيود الاحتلال ومطاردته للقمة عيشكم في معامل الفحم في يعبد في جنين، يا من تعانون من جدار الفصل العنصري في بلعين غرب رام الله وفي ضواحي القدس وفي كل قرى ومدن المواجهة، يا من تعانون من ظلم الاحتلال وممارساته القمعية وتهميش ذوي القربى في مدينتي القدس والخليل، يا نساء فلسطين إليكن، يا من تحملن شهادات الجامعية وتعملن في مستوطنات الاحتلال في الأغوار الوسطى، يا أصحاب الصناعات الوطنية، يا من تعانون من منافسة غير مشروعة من المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، أيها الأحرار، أعدكم جميعاً أن أعمل على تغيير هذا الواقع المرير إلى واقع أفضل ما استطعت، وبالله التوفيق. عشتم وعاشت فلسطين حرة عربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا 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 لمرشحكم، لمرشح برنامج رئيس الشاب حسين الديك. تحية لحسين من الجميع. والآن نذهب معكم إلى لجنة الحكماء. حيوا معي لجنة الحكماء من جديد، ونأخذ بالبداية تعليق السيد عمار عكر. تفضل عمار. من اليمين تفضل. سمعنا خطاب نادي وشعبي وجماهيري.